إخواني الكرام، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين عند وضوئهم في شهر رمضان أنهم لا يتمضمضون ولا يستنشقون بالشكل الصحيح، وذلك خوفا منهم من أن يدخل الماء إلى جوفهم أو إلى حلقهم، وهذا الأمر قد يؤدي إلى بطلان الوضوء من حيث لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبالغ في المضمضة والاستنشاق، قال ما لم تكن صائما. لذلك بعض الصائمين كما قلت عندما يتوضأ فإنه يضع الماء على شفتيه بهذا الشكل، ويضع الماء على أنفه بهذا الشكل، وهذا الفعل يبطل الوضوء. لذلك لابد للصائم أن يتمضمض وأن يستنشق، ولكن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. في هذا الشكل، فترك المضمضة والاستنشاق خوفا من دخول الماء إلى الحلق أو إلى الجوف هذا لا يجوز، وهذه وسوسة من الشيطان تؤدي إلى بطلان الوضوء، فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم.